إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النسخة التجريبية من Unravel ستمنح اللاعبين إمكانية اختبار مرحلتين. أعلنت بالأمس شركة EA عن موعد طرح النسخة التجريبية من Unravel الخاصة بمشتركي EA Access من مالكي الإكس بوكس 1 حيث سيحصلون عليها بتاريخ 4 فبراير. واليوم كشفت الشركة عن تفاصيل إضافية لما ستتضمنه هذه النسخة، حيث ذكرت بأنها ستمنح المشتركين إمكانية اختبار أول مرحلتين من لعبة Unravel، حيث يمكنهم لعب هذه المراحل لفترة 10 ساعات. كما أكدت الشركة عبر حسابها على تويتر أن تقدم اللاعبين في هذه النسخة التجريبية سوف ينتقل معهم بحال شراء النسخة الكاملة، والتي ستكون متاحة لهؤلاء المشتركين بتخفيض بنسبة 10% على سعرها الأصلي، أي مقابل 67.5 ريال 18 دولار. هذا ونذكر بأن جميع هذه المزايا سوف تكون متاحة أيضا لمالكي الحاسب من مشتركي خدمة أوريجين أكسس، وذلك بمقابل 19 ريال سعودي 4.99 دولار شهريا أو 112 ريال سعودي، يعني 29.99 دولار سنويا. إذا أعجبك المقطع لا تنسى تضغط على زر الاشتراك واللايك ونشر المقطع، وفي أمان الله.